أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم بهذه القناة، وأرجو أن تنال إعجابكم ومشاركتكم، حيث سوف أتناول في أول سلسلة على هذه القناة المواد والأعشاب الموجودة لدى العطارين في بلادنا. فلنبدأ على بركة الله. حبة البركة، من أسمائها حبة البركة، الحبة السوداء، الكمون الأسود، وتسمى القزحة بتسكين الزين في فلسطين والأردن، الشونيز، شونياز، الكالونجي الأسود، الكروية السوداء، وهو نوع نباتي ينتمي إلى جنس الشونيز من الفصيلة الحمدانية. نشأت في جنوب شرق آسيا، تزرع في كثير من أنحاء مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط والجزيرة العربية والمشرق العربي والمغرب العربي وإيران والهند وباكستان. وشجيرتها تتكون من أزهار بيضاء أو رمادية مائلة للون الأزرق، يتراوح ارتفاعها من 30 إلى 60 سنتيمترا، حيث تتكون حبيباتها بين أوراقها وتكون مغلفة بطول 1 إلى 2 ملمتر. وقد استعملها اليونانيون والفراعنة وكذلك ابن سينا والأطباء القدماء وأجدادنا القدماء. تحتوي كل من 100 جرام من حبة البركة 16.67 جرام بروتين، 33.33 جرام دهون، 50 جرام كربوهيدرات، 12 جرام حديد. فوائد حبة البركة: وهو مثبت الفعالية لكل من تخفيف الربو، تخفيف ضغط الدم، تقليل مستويات السكر في الدم، يحسن من كمية السائل المنوي وحركة الحيوانات المنوية. ولم تثبت فعاليته لكل مما يلي: مع احتمالية تقليل الكوليسترول، تقليل خطر الإصابة بالقرحة الهضمية، حساسية الأنف، تقليل التهاب الغدة الدرقية الناجم عن المناعة الذاتية، احتمالية تعزيز الوظائف الذهنية، تقليل عسر الهضم، تخفيف الالتهاب المفصلي، يقلل من مستوى الكوليسترول والبروتين الدهني، تخفيف التهاب الحلق، تقليل أعراض التهاب الشعب الهوائية، احتمالية تقليل خطر الإصابة بالسرطان، تنظيم الحمل، الإنفلونزا، الصداع، اضطرابات الدورة الشهرية. وكذلك هنالك فوائد للحامل والمرضع، حيث تزيد من إدرار الحليب. ويوجد بعض الدراسات غير المؤكدة لمساعدتها على التخسيس. طرق الاستعمال: من الممكن إضافتها للمخبوزات وكذلك للأطعمة المختلفة، أو خلطها مع العسل سواء على شكل حبيبات أو ناتج طحنها إلى سائل. وتستعمل أيضا في صناعة بعض الحلويات، أو استعمال الزيت الناتج عنها على شكل جرعات لا تتجاوز 5 مللتر. وكما أن لها فوائد جمة لا تعد ولا تحصى، فكذلك الإفراط منها قد يؤدي إلى نتائج عكسية. مهما طال الحديث عنها، فإنني قد لا أوفيها القدر الكافي. ولا ننسى أنها قد ذكرت في الطب النبوي، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السأم، والسأم هنا هو الموت.